نظن بأن الهدف الأول والأساسي هو النهوض بعودة الرياضة الكرة اليد الجزائرية للمستوى اللي راه اللي لازم تكون فيه، لأن المستوى انحط وانحط كثير. العروض الكبيرة هو عودة ديناميكية كل الفرق الوطنية أولا، يكون تكون عندنا بطولة احترافية إن شاء الله بعد 3 أو 4 سنوات، ولكن من هذاك الوقت إن شاء الله كاين عمل كبير راح يستنى.